أصدقائي الأعزاء، هل أنتم مستعدون لاكتشاف المزيد من أسرار الكون؟ في المرة السابقة رأينا العديد من الأشياء المثيرة، ولكن لا يزال هناك الكثير لنكتشفه. هذه المرة سوف نتعمق أكثر في الكون ونرى ما يخفيه لنا. من يدري، ربما نجد شيئاً لم نتخيله أبداً. هيا بنا ننطلق في هذه الرحلة الجديدة ونكشف النقاب عن أسرار الكون الفريدة. هل سبق لك وأن نظرت إلى النجوم في سماء الليل وتساءلت، هل نحن وحدنا في هذا الكون الشاسع؟ لطالما حير هذا السؤال البشر على مر العصور. هل توجد كواكب أخرى في الكون يمكن أن تكون صالحة للحياة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأين هم سكان هذه الكواكب الذين نسميهم الكائنات الفضائية؟ هذا هو السؤال الذي أدى إلى ظهور مفارقة فيرمي. لقد طرحه العالم أنريكو فيرمي، الذي تساءل عن سبب عدم تواصل الكائنات الفضائية معنا حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار حجم كوننا الهائل واحتوائه على مليارات النجوم والكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة. يحاول العلماء حل هذا اللغز بطرق مختلفة. يعتقد البعض أننا قد نكون وحدنا في هذا الكون، وأن ظهور الحياة على الأرض كان حدثاً نادراً للغاية. يعتقد بعض العلماء بوجود الكائنات الفضائية، لكنهم يرون أنهم لا يرغبون في التواصل معنا. ربما يعتقدون أننا متأخرون جداً عنهم، أو ربما يخافون منا، مثل ما نتردد في الاقتراب من حيوان صغير وضعيف في الغابة. قد يرغبون هم أيضاً في البقاء بعيداً عنا. ومن الأفكار المثيرة للاهتمام أيضاً أن الكائنات الفضائية قد تكون متطورة جداً لدرجة إن أننا لا نستطيع فهم تقنياتهم، مثل ما لا تستطيع نملة فهم الهاتف المحمول. قد لا نتمكن نحن أيضاً من فهم تقنية الكائنات الفضائية. من المحتمل أيضاً أن تكون الكائنات الفضائية بعيدة جداً عنا، كوننا شاسعاً جداً لدرجة أن رسائلهم قد تستغرق آلاف أو ملايين السنين للوصول إلينا. حتى أن بعض العلماء يعتقدون أن الكائنات الفضائية ربما تكون قد وجدتنا بالفعل، لكننا لا نستطيع التعرف عليهم. ربما يبدون مختلفين تماماً عنا، أو ربما تكون طريقة عيشهم مختلفة تماماً. تدفعنا مفارقة فيرمي إلى التفكير بعمق في الكون. إنها تذكرنا بمدى صغر حجمنا ومدى اتساع كوننا وغموضه. يستمر العلماء في محاولة حل هذا اللغز، ويبتكرون طرقاً جديدة للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الأخرى. على الرغم من أننا لم نعثر على أي دليل على وجود الكائنات الفضائية حتى الآن، إلا أن هذا لا يعني عدم وجودها. من يدري، قد نلتقي بهم يوماً ما. هل تساءلت يوماً كيف تسير الأمور في هذا العالم؟ أنت تعلم أن الأشياء تسقط، وأننا نسير على الأرض، وأن القمر يدور حول الأرض. كل هذا يحدث بسبب قوة خاصة تسمى الجاذبية. ببساطة، الجاذبية هي مثل غراء سحري يجذب كل شيء نحوه. لهذا السبب، عندما نرمي كرة في الهواء فإنها تعود إلى الأسفل. لكن الجاذبية ليست سوى جزء صغير من لغز كبير يحاول العلماء حله منذ قرون، وهو ما يسمى بالجاذبية الكمية. قد تتساءل، ما هي الجاذبية الكمية؟ إنها مزيج فريد من الجاذبية وميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم هي مجموعة القواعد التي تحكم عالم الأشياء الصغيرة جداً، مثل الذرات والجسيمات داخلها. أما الجاذبية فهي مجموعة القواعد التي تحكم عالم الأشياء الكبيرة، مثل النجوم والكواكب والمجرات. حتى الآن شرح العلماء الجاذبية من خلال نظرية النسبية لأينشتاين. تنص هذه النظرية على أن الجاذبية تنشأ في الواقع من انحناء شيء يسمى الزمكان. لكن عندما يحاول العلماء تطبيق هذه النظرية على أشياء صغيرة جداً، فإنها لا تعمل. وهنا يبدأ لغز الجاذبية الكمية. يسعى العلماء إلى تطوير نظرية يمكنها تفسير كل من الجاذبية وميكانيكا الكم معاً. يمكن أن تساعدنا هذه النظرية في حل بعض أكبر ألغاز الكون، مثل ما يحدث داخل الثقوب السوداء وكيف بدأ الكون. يعمل العلماء على طرق مختلفة لفهم الجاذبية الكمية. إحدى هذه الطرق هي نظرية الأوتار. تفترض هذه النظرية أن عالمنا يتكون من أوتار صغيرة مهتزة.
هذه الأوتار صغيرة جداً بحيث لا يمكننا رؤيتها. هناك طريقة أخرى تسمى جاذبية الكم الحلقية. تفترض هذه النظرية أن الزمكان يتكون من حلقات صغيرة. هذه الحلقات صغيرة جداً بحيث لا يمكننا الشعور بها. حتى الآن لم يعثر العلماء على دليل قاطع على الجاذبية الكمية، لكنهم يواصلون البحث، ونأمل أن نتمكن يوماً ما من حل هذا اللغز. الجاذبية الكمية موضوع معقد للغاية، لكنه مثير للاهتمام أيضاً. يمكن أن تخبرنا كيف تشكل كوننا وكيف يعمل؟ يمكن أن تساعدنا في رؤية العالم من حولنا بطريقة جديدة. لذلك دعونا ننضم إلى العلماء في هذه الرحلة المثيرة ونحاول كشف هذا اللغز الكوني. في بعض الأحيان نتلقى من الفضاء رسائل تثير دهشتنا. اليوم سنتحدث عن إحدى هذه الرسائل الغامضة، والتي تسمى إشارة واو. كانت إشارة راديو التقطت على الأرض عام 1977 وأذهلت العلماء. تم التقاط هذه الإشارة في 15 أغسطس 1977 بواسطة تلسكوب راديو الأذن الكبيرة. كانت إشارة قوية جداً وضيقة النطاق، واستمرت لمدة 72 ثانية فقط. والأمر الأكثر غرابة هو أن الإشارة كانت على تردد 1420 ميجاهرتز. يعد هذا التردد مميزاً لأنه التردد الطبيعي للهيدروجين، وهو العنصر الأكثر وفرة في الكون. عندما اكتشفت هذه الإشارة شعر العلماء بحماس شديد، اعتقدوا أنها قد تكون رسالة من كائنات ذكية من كوكب آخر. كانت الإشارة قوية جداً لدرجة أن احتمال أن تكون صادرة عن مصدر طبيعي كان ضعيفاً للغاية. أذهل عالم الفلك جيري إهمان الذي كان يعمل على تلسكوب الأذن الكبيرة لدرجة أنه كتب واو على نسخة الكمبيوتر المطبوعة للإشارة. لهذا السبب أصبحت تعرف باسم إشارة واو. لكن لغز مصدر إشارة واو لا يزال قائما حتى يومنا هذا. حاول العلماء البحث عنها مرة أخرى، لكنهم لم يتمكنوا من التقاطها أبدا. لهذا السبب ظهرت العديد من النظريات حول مصدرها. يعتقد البعض أن هذه الإشارة أرسلتها حضارة فضائية كانت تحاول الاتصال بنا، لكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك. يقول علماء آخرون إن الإشارة ربما تكون قد أتت من مصدر طبيعي مثل مذنب أو انفجار نجمي، لكن هذا لم يتم إثباته بشكل قاطع أيضاً. هناك نظرية أخرى تقول إن الإشارة انبعثت من الأرض نفسها وارتدت إلينا من قمر صناعي أو مركبة فضائية أخرى، لكن هذه النظرية لم يتم تأكيدها أيضاً. لا تزال إشارة واو لغزاً غامضاً. لا يزال العلماء يجرون الأبحاث ويحاولون فهمها بطرق جديدة. ربما نكتشف يوماً ما الحقيقة وراء هذه الإشارة، أو ربما تظل لغزاً إلى الأبد، لكنها تذكرنا بمدى اتساع الكون وغموضه، وكم من الأسرار لا تزال مخفية عنا. تعلمنا قصة إشارة واو أيضاً أن نفكر دائماً بعقل متفتح ونأخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار. ربما توجد حياة في مكان آخر من الكون، وربما نتمكن يوماً ما من التواصل معها. أحياناً نرى في السماء أشياء تثير دهشتنا، بعضها بعيداً جداً لدرجة أننا لا نستطيع رؤيته مباشرة، ومع ذلك يصلنا ضوءه. اليوم سنتحدث عن أحد هذه الأشياء الغامضة، ويطلق عليه اسم الكوازار. قد يبدو الاسم غريباً، لكنه في الواقع أحد ألمع وأقوى الأجرام السماوية في كوننا. ببساطة الكوازار هو نوع من النجوم، لكنه مختلف تماماً عن النجوم العادية، فهو ساطع جداً لدرجة أنه يمكن أن يتفوق على ضوء مجرة بأكملها. الطاقة المنبعثة من الكوازار تفوق طاقة شمسنا بمليارات المرات، طاقة هائلة لا يمكن حتى لمصباح علاء الدين السحري إنتاجها. الآن السؤال هو، من أين يحصل الكوازار على كل هذه الطاقة؟ الجواب هو من ثقب أسود هائل. الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء ذات جاذبية قوية جداً لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء الهروب منها ولا حتى الضوء. يوجد في مركز الكوازار ثقب أسود هائل كهذا، قد يكون حجمه أكبر من شمسنا بملايين أو حتى مليارات المرات. عندما تسقط الغازات والغبار المحيطة بهذا الثقب الأسود في داخله، فإنها تدور بسرعة هائلة. ينتج عن هذا الدوران كمية هائلة من الطاقة تنبعث على شكل إشعاعات مختلفة، موجات راديو
وأشعة سينية وأشعة غاما وحتى الضوء المرئي. لهذا السبب تبدو الكوازارات ساطعة جدا. فهم الكوازارات ليس بالأمر السهل، فهي بعيدة جدا لدرجة يصعب دراستها بشكل مباشر، لكن تمكن العلماء من معرفة الكثير عنها باستخدام أنواع مختلفة من التلسكوبات والأدوات. اكتشفوا أن الكوازارات قديمة جداً، لقد تشكلت عندما كان كوننا صغيراً جداً في السن، لذلك تساعد دراستها العلماء على فهم كيفية نشأة الكون وكيف أصبح على ما هو عليه اليوم. لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي يحاول العلماء الإجابة عنها حول الكوازارات، مثل هل يوجد كوازار في مركز كل مجرة؟ كم من الوقت تستمر الكوازارات في التألق؟ وهل يمكن أن توجد حياة بالقرب من الكوازارات؟ تعد الكوازارات لغزاً لطالما أثار فضول العلماء، فهي من بين أقوى وألمع الأجرام السماوية في الكون، ودراستها يمكن أن تعلمنا الكثير عن كوننا. لذلك في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى النجوم في سماء الليل، تذكر أن بعضها قد يكون كوازارات تتلألأ من على بعد مليارات السنين الضوئية. هل تعلم أن هناك شيئا في العالم يسمى انتروبيا؟ إنه اسم غريب بعض الشيء، أليس كذلك؟ لكن فهمه سهلا للغاية. الانتروبيا هي مقياس للفوضى أو العشوائية في شيء ما. على سبيل المثال، إذا كانت غرفتك مليئة بالألعاب المتناثرة، فيمكننا القول إن انتروبيا غرفتك عالية، وإذا كانت الألعاب مرتبة بدقة فإن انتروبيا غرفتك منخفضة. كل شيء في العالم لديه بعض الانتروبيا، ومع مرور الوقت تزداد هذه الانتروبيا. نسمي هذا القانون الثاني للديناميكا الحرارية. هذا يعني أن الأشياء تميل إلى أن تصبح أكثر فوضوية بمرور الوقت بدلاً من أن تصبح أكثر تنظيماً. الآن قد تتساءل ما هو المميز في ذلك؟ إنها مجرد قاعدة بسيطة من قواعد الحياة، لكن هذه القاعدة البسيطة مرتبطة بلغز مثير للاهتمام للغاية نسميه مفارقة الانتروبيا. تنص مفارقة الانتروبيا على أنه إذا بدأ الكون من حالة منظمة للغاية، فلماذا يوجد الكثير من الفوضى في الكون اليوم؟ كيف يمكن لشيء منظم أن يتحول إلى كل هذه الأشياء غير المنظمة؟ لفهم هذه المفارقة نحتاج أولاً إلى معرفة المزيد عن بداية الكون. يعتقد العلماء أن كوننا بدأ بانفجار هائل يسمى الانفجار العظيم. في ذلك الوقت كانت كل المادة والطاقة مضغوطة في نقطة صغيرة جداً. كانت هذه حالة منظمة للغاية لأن كل شيء كان في مكان واحد، لكن عندما حدث الانفجار العظيم بدأت هذه المادة والطاقة في التمدد بسرعة، ومع تمدد الكون انخفضت درجة حرارته وبدأت المادة في البرودة. خلال عملية التبريد هذه تشكلت الذرات ثم النجوم والكواكب والمجرات، وهكذا تحول الكون من حالة منظمة للغاية إلى كون غير منظم للغاية. لكن إذا كانت انتروبيا تزداد دائماً، فلماذا كانت منخفضة جداً في وقت الانفجار العظيم؟ هذا سؤال لم يتمكن العلماء من الإجابة عليه بشكل قاطع حتى الآن. يعتقد بعض العلماء أنه ربما كان هناك كون آخر قبل الانفجار العظيم وكانت الانتروبيا فيه عالية جداً. ربما يكون الانفجار العظيم قد قل من انتروبيا هذا الكون القديم. يفكر علماء آخرون في أن قانون الانتروبيا قد لا يكون صحيحاً دائماً. ربما سيأتي وقت يتوقف فيه الكون عن التمدد ويبدأ في الانكماش. خلال هذا الانكماش قد تبدأ الانتروبيا في الانخفاض مرة أخرى. مفارقة الانتروبيا سؤال مثير للاهتمام وعميق للغاية. إنها تجعلنا نفكر بعمق في أصل الكون ومستقبله. لم نجد إجابة قاطعة حتى الآن، لكن ربما نتمكن يوماً ما من حل هذا اللغز. حتى ذلك الحين يمكننا أن نحتفظ بهذا اللغز في أذهاننا ونستمتع بأسرار الكون التي لا تنتهي. أحياناً يكون في عالم العلوم أشياء تثير دهشتنا كأنها ألعاب سحرية. اليوم سنتحدث عن عالم كهذا يسميه العلماء ميكانيكا الكم. إنه عالم الأشياء الصغيرة جداً مثل الذرات والجسيمات التي تتكون منها. في هذا العالم تتصرف الأشياء بطرق غريبة جداً. دعونا نتعرف على بعض أسرار عالم الكم المذهل.
السر الأول هو التراكب. في عالم الكم يمكن أن يكون الجسيم في عدة أماكن في نفس الوقت. يشبه الأمر أن تكون في منزلك وفي مدرستك وفي الملعب في نفس الوقت. من الصعب بعض الشيء تخيل ذلك، أليس كذلك؟ لكنه حقيقي تماماً. طالما أننا لا نراقب الجسيم فإنه يمكن أن يكون في عدة أماكن في نفس الوقت، بمجرد أن ننظر إليه يستقر في مكان واحد. السر الثاني هو التشابك. في هذه الظاهرة الغريبة يصبح جسيمان مرتبطين ببعضهما البعض بطريقة تجعل أي تغيير في أحدهما يؤثر على الآخر على الفور، بغض النظر عن المسافة بينهما. تخيل أنك وصديقك تعيشان بعيدا عن بعضكم البعض، ولكن إذا أصبت بنزل برد فإن صديقك يبدأ في العطس أيضا. هذا ما يحدث في عالم الكم. السر الثالث هو النفق الكمي. في بعض الأحيان يمكن للجسيمات الكمومية أن تمر عبر الجدران مثل الأشباح. يبدو الأمر غريبا، أليس كذلك؟ لكنه حقيقي أيضا. قواعد عالم الكم مختلفة تماما عن قواعد عالمنا اليومي. لفهم كل هذه الأسرار ابتكر العلماء نوعا جديدا من الفيزياء يسمى ميكاك الكم. قواعد هذه الفيزياء مختلفة تماما عن قواعد عالمنا المألوف. تشرح لنا ميكانيكا الكم كيف تتصرف الأشياء في عالم الأشياء الصغيرة جدا. قواعد ميكانيكا الكم غريبة جدا لكنها مفيدة جدا أيضا. بفضلها تمكن من اختراع أشياء كثيرة مثل الليزر والترانزستور والحاسوب، وفي المستقبل ستساعدنا في اختراع تقنيات جديدة وفائقة مثل الحاسوب الكمي. لكن أهم ما يميز ميكانيكا الكم هو أنها يمكن أن تساعدنا في فهم بعض أكبر ألغاز الكون، مثل ما يحدث داخل الثقوب السوداء وكيف بدأ الكون. كانت هذه لمحة سريعة عن عالم ميكانيكا الكم. إنه عالم لا يوجد فيه شيء مستحيل، عالم يمكن أن تكون فيه الأشياء في عدة أماكن في نفس الوقت ومرتبطة ببعضها البعض على الرغم من المسافات الشاسعة، بل ويمكنها حتى اختراق الجدران. إنه عالم سيستمر في إدهاشنا إلى الأبد. في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى العالم من حولك تذكر أن هناك عالماً آخر بداخله، عالم ميكانيكا الكم، عالم غريب ومليء بالأسرار. هل فكرت يوماً كيف بدأت الحياة على كوكب الأرض؟ كيف ظهرت النباتات والحيوانات والبشر على هذا الكوكب الأزرق؟ إنها قصة رائعة وغامضة يبحث العلماء عن إجابات لها منذ قرون. دعونا ننطلق معا في هذه الرحلة لنتعرف على هذه القصة. تخيلوا، قبل مليارات السنين كانت أرضنا مختلفة تماما. لم تكن هناك أشجار ولا حيوانات، بل براكين وحمم بركانية وغازات سامة. كانت الأرض أشبه بكرة النار ملتهبة، وكان من الصعب تخيل وجود أي شكل من أشكال الحياة عليها. لكن ببطء مع مرور الوقت بدأت الأرض في البرودة، تشكل الماء، وظهرت بيئة خاصة سمحت بظهور الحياة. يعتقد العلماء أن أول الكائنات الحية التي ظهرت كانت كائنات صغيرة وبسيطة للغاية، تعرف باسم الكائنات وحيدة الخلية. كانت هذه الكائنات صغيرة جدا لدرجة أننا نحتاج إلى مجهر لرؤيتها. ظهرت هذه الكائنات في المحيطات وبدأت في الازدهار هناك. مع مرور الوقت تطورت هذه الكائنات وحيدة الخلية ببطء إلى كائنات أكثر تعقيدا. كانت هذه الكائنات تتكون من خلايا متعددة ويمكنها القيام بمهام مختلفة. على سبيل المثال، بدأت بعض الكائنات في إنتاج طعامها، وبدأت بعضها في التحرك، وبدأت بعضها في التنفس. وهكذا بدأت الحياة على الأرض في التنوع. خرجت بعض الكائنات من المحيطات إلى اليابسة. كانت هذه الكائنات بسيطة جدا في البداية مثل الحشرات والعناكب، لكنها تطورت ببطء إلى حيوانات أكبر وأكثر تعقيدا مثل الديناصورات. هل تعلم أن الديناصورات حكمت الأرض ذات يوم؟ ولكن في يوم من الأيام اصطدم كويكب ضخما بالأرض، مما أدى إلى انقراض الديناصورات. لكن الحياة على الأرض لم تنته عند هذا الحد. نجت بعض الكائنات الصغيرة من هذا الاصطدام وتطورت ببطء إلى كائنات جديدة. ومن بين هذه الكائنات كانت الثدييات التي تطورت فيما بعد إلى البشر. يلعب الماء دورا مهما جدا في قصة الحياة. يعتقد العلماء أن الحياة بدأت في الماء،
وفر الماء بيئة مثالية للتفاعلات الكيميائية التي أدت إلى تكوين الجزيئات الأساسية الحياة. ولا يزال الماء حتى يومنا هذا أحد أهم العناصر الأساسية لجميع الكائنات الحية. لا يزال لدى العلماء العديد من الأسئلة حول كيفية بدء الحياة. لا يزالون يحاولون معرفة كيف ظهرت تلك الكائنات الحية الأولى. لكن ما نعرفه حتى الآن مذهل للغاية. تعلمنا هذه القصة أن الحياة ثمينة للغاية ويجب علينا حمايتها. تعلمنا أيضاً أن أرضنا مميزة للغاية ويجب علينا الاعتناء بها. لذلك دعونا نعمل معاً للحفاظ على هذا الكوكب جميلاً ونابضاً بالحياة. يا لها من رحلة رائعة في عالم الفضاء! لقد رأينا العديد من أسرار الكون وتعلمنا الكثير من الأشياء الجديدة، لكن هذه ليست سوى البداية. لا يزال هناك عدد لا يحصى من الأسرار التي لم تكتشف بعد في الكون، ونحن متحمسون لمشاركتها معكم. لذلك اشتركوا في قناتنا واضغطوا على زر الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد. سنعود إليكم بمزيد من المغامرات الشيقة قريبا. إلى ذلك الحين استمروا في النظر إلى السماء وطرح الأسئلة.